وطبعا كل بيبقى عايز يطمن على حاله الجو والارصاد الجويه، خصوصا ان الجو اللي احنا بنشوفه اليومين دول جو جديد جدا علينا في مصر. فخلينا نروح لدينا هتطمنا بالتفصيل على اخبار الجو النهارده. صباح الخير عليك يا دينا مره ثانيه. صباح الخير يا هدير، فعلا هطمنكم على حاله الجو بعد اليومين اللي كان مطر وتراب وكان الجو كده مش لطيف، لكن النهارده ان شاء الله يعني هيكون لطيف باذن الله. يا مسهل اتفضل. خلوني مع حضراتكم اشرح لكم النشره الجويه بالتفصيل النهارده. وبتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان النهارده هيكون في ارتفاع نسبي في درجات حرارة، وهيسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. هيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد. بالليل هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، هيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وطبعا اوضحت الهيئه انه هيكون في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. طبعا بنطلب من قائدي السيارات توخي الحذر خلال الساعات الاولى من الصباح. هيكون كمان في امطار خفيفه لمتوسطه على الوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء. خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره النهارده بالتفصيل، وهنبداها من القاهره والعظمى 17 والصغرى 10، الاسكندريه 17 11، مطروح 16 11، سيوه 19 9، بورسعيد 18 11، دمياط 18 11، الاسماعيليه 17 10، السويس 17 10، العريش 17 11، كاترين 7 3، طابا 17 11، شرم الشيخ 20 14، الغردقه 21 13، الفيوم 16 9، بني سويف 18 7، المنيا 18 7، أسيوط 18 7، سوهاج 19 7، قنا 19 7، الأقصر 20 9، أسوان 20 10، الوادي الجديد 19 6، وشلاتين 22 12، وأخيرا حلايب 21 13. مرة تانية برجع أقول لحضراتكم يا ريت نتوخى الحذر خاصة في الساعات الأولى من الصباح النهاردة، علشان في شبورة مائية على الطرق الزراعية والصحراوية السريعة من المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى. خلونا ارجع مره تانية لمحمد وهدينا علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك شكرا ليك يا دينا.